أبو مريم العابر. أبو مريم أبو العابر، مريم العابر، أهلا فيك. إيه نعم، أهلا. سلام ونعمة الرب طبعا معك، وش اسمه، وجاي دائما نتابع طبعا هذا البرنامج تبعك، طبعا جدا جدا راقي، وأنت إنسانة جدا ذكية، يعني جاي أشوف اللي جاي يشاركون معك من الإسلام كيف تردين عليهم وعلى هاي الشغلات الخربطة اللي مثل هذا سليمان تو ضحكنا كثير كثير يعني على هات خبرنا كلامه. عنك يا أبو مريم، أنت شو كان دينك الأساسي وكيف حتى عبرت للمسيحية؟ أنا ديني الأساسي هو كان الإسلام طبعا، وكنا في الظلام طبعا، هاي الأشياء، القتل والذبح والكذا، هذا كان جزء طبعا هو من ديني. لكن احنا مثل ما تقولين كنا في الظلمة طبعا، ما نعرف هذا الشيء، ومغسول مثل ما تقولين دماغنا من هذا الكلام اللي بالقرآن لهجتك طبعا. عراقية، أنت الجهاد، لساتك بالعراق؟ اي طبعا، اي من وأنت العراق انا. بأمان هيك وطالع معي؟ لا انا مو بامان، لكن تشوفين شنو لابس انا طيب هات خبرنا هذه الامور. بأي وقت قلت أنا بدي أصير مسيحي وشو السبب؟ انا ما كنت اريد ان يعني اكون مسيحي، لكن شلون حصلت معجزة طبعا. كنت في الشغل، وكان الوحيد بهذا المكان بالشغل وحدة يعني مسيحية، امرأة مسيحية، الكل ما يعني ما بيحكوا معها، وهذه أنا الوحيد شوية شلون يعني أشاقي وكذا، فكنت يعني قريب من عندها، نعم فكانت تحاول تفهمني بأن الإسلام هو يعني دين غلط، فكانت تحكي يعني النبي محمد كذا والصحابة مالتهم كذا، يعني هي حافظة للقرآن تعرفه، وحافظة الكتاب المقدس، فأنا تعرفين لما كانت تحكي معي أحس يعني هي جاي توجعني من الداخل، رغم أنه أنا غير ملتزم بالإسلام، ولكن أحسها جاي توبخني، توبخ ديني. نعم فقلت لها أنت عليش يعني تحكي لي بالقرآن وبالإسلام، احكي لي عن الكتاب المقدس، وكأنه جاي أبعدها عن ديني وتحكي على ديني. نعم فجابت آيات، لكن انتبهت على آية اللي هي أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، من ضربك على خدك الأيمن فأعطي. فالمهم هذه وكأنها الآية جت لي صدمة كهربائية، إنزين، وبديت مثل الأرجف، أريد أبكي، يعني الأمور عندي تخربطت، يعني حسيت أكو شي بالكتاب المقدس. فما حكيت، قلت لها يعني صار بي هذا الأمر، بس ظليت قلت لها كل يوم نقعد لمدة فد ربع ساعة احكي لي عن الكتاب المقدس. لما ظلت تحكي لي على الكتاب المقدس بالضبط، إذا جابت كلمة يسوع المسيح الحالة تزيد عندي وأردبكي. طبعا للعلم أكو فقرة عندي صارت، هي أنه أنا أحب كلمة المسيح لما تجيبها، يعني حب وكأنه قلبي يريد يطلع من صدري، يعني رغم أنا ما أعرف الكتاب المقدس شنو هو وشنو بداخله وشنو تفاصيله، لكن سلمت أمري وظليت أبكي قدامها. يعني ما إحنا عندنا الرجل عيب يعني يبكي قدام المرأة، بس أنا بكيت ما قدرت أسيطر على نفسي، واستمرت هاي المراحل يعني. فلما يعني صار الأمر يعني لازم أنا آمن بالمسيح، فقلت لها انطيني فد صلاة، فد شيء مثل ما تقول يعني تريحني، تريح هذا الهيجان اللي بداخلي، بل كنت يعني يكون أقل من هذا الشيء. فالمهم نطتني الصلاة، أبانا الذي، وصلاة مريم في وقتها. فبعدين لما رجعت على البيت لقيت يعني زوجتي وأولادي متعودين على شخصيتي اللي كانت بالإسلام، كنت رجل
وعندي المرأة لا شيء وعصبي وممكن أضرب ممكن كذا، لقيتني هادئ. وهذا الشيء يعني ما متعودين عليه، حاولوا وياي أنه يعصبوني كذا لقوني أنا بارد. فهذا الشيء غريب عليهم. فبعدين زوجتي قالت أنت بيك شيء، لازم بيك شيء، لازم تحكي لي، لأن أنت مو عصبي، أنت مو أنت اللي كنت معانا. فلحد ما قلت لها امشي خلي نطلع أني وياك، خلي نطلع حتى أحكي لك على موضوع. طبعا هي استغربت لأن أول مرة أطلع بس أنا وياها، دائما نطلع أنا والأولاد يعني ويانا. أخذت مرتك شو قلت لها باختصار يا أبو مريم؟ أخذت مرتك شو قلت لها؟ قلت لها راح أقول لك على شيء يعني إنه ما تتفاجئين من عنده، إنه إحنا كنا في غلط وأنا آمنت بالمسيح وكذا. هي ظلت صافنة في يعني وجهي. فقالت ها أوكي، بس أنت شلون تسوي هيك وهذا. لما رجعنا على البيت لا، بدت الأمور الإسلامية عندها، يعني كانت بيني وبينها حرب، وهاي الحرب طولت طبعا، بس وصلت لمرحلة انه يا اما انا واولادي يا اما يعني تجي ويانا يا اما تتركنا. أوف، فانا قلت لها خيرتك اترك. بين إنك اي تعتنق المسيحية وبين أولادك وبينه. اي فانا مباشر قلت لها المسيح يعني اختار هو ربي انا وكذا. فهي تفاجأت يعني، قالت انا زوجتك للاولاد كذا، شلون انت تتركنا؟ فقلت لها خلاص يعني حضرت الجواز وحضرت الفلوس انه اطلع للخارج، لان تريد تخبر اهلي يعني في وقتها. فهي قالت تعال خلي نتفاهم خلي كذا. قلت لها انا راح انطيش مدة معينة، مثلا شهر كذا، لحد ما تدرسي الكتاب المقدس احاول معاكي. فالمهم ظلينا انا وياها. بعدين ظلت تجيلها احلام رؤى انه يسوع المسيح هو واقف في مكان ويقول لها تعالي فوتي الى باب ضيق، ولما ينفتح هذا الباب تلقاني انا بعد صحيح، هذا ربنا الباب. يعني بيتعامل بأحلام كتيرة ورؤى مع الناس. فالرب استخدمها استخدام يعني بحيث هي ظلت تقول اريد يعني اامن يعني بالمسيح، لان كثرة الاحلام يعني شيء مو طبيعي يعني. يعني اشكر الرب انه جابهم ورجعهم الي. انتوا تعمدتوا او بس لسه يا ابو مريم؟ لا، اتعمدنا من قبل 3 سنوات تقريبا. وزوجتك تعمدت كمان؟ اي كمان زوجتي وأولادك، واولادي. اي نعم، العائلة كلها للرب. العيلة كلها للرب. طبعا هذا الشيء يعني ما كان بالحسبان، ولا هي انا احسبها ديانة، احسبها هي حياة يعني، مو ديانة معنى اسمها ديانة، ديانة، صح. حياة روحية. يعني يمكن اكو بعض الشغلات اقول لك انا حتى من امشي على الارض ما احس جاي امشي على الارض. كثير ناس اقول لهم انا ما جاي احس انه هاي ارض امشي عليها، اضافة الى الامراض اللي شفيت يعني اللي كانت بي وشفيت يعني من عندها شيء. يعني مثل شو الأمراض اللي كانت معك وشفيت؟ يعني كانت عندي صخونة ومعدة ورجلي ما اقدر امشي عليها، يعني كنت بالقوة امشي عليها. يعني التهيت بمحبة يسوع انه ورا 20 يوم اتذكرت انا كنت مريض زين، وهسه انا كل شيء ما بيه يعني. يعني هداك فيعني وأعطاك قلب جديد وأعصاب جديدة وصبر واحتمال وطريقة تفكير جديدة بالحياة وشفاك من أمراضك. بالضبط بالضبط. آمين. ومعجزاته يوميا هي ويانا. وخلص عائلتك لأجلك. آمين باسم يسوع. آمين. تبقى بألف خير يا أبو مريم. مبروك خلاصك وخلاص عائلتك وأولادك. بتمنى لك تطلع من العراق بأقرب وقت ممكن، لأنه في عالم عم بيقولوا ليش متغطي، ليه متخفي، عشو خيفان؟ إذا هو على حق خيفان من أتباع اللي ما بيعرفوا ربنا، اللي بيقتلوا لأجل نصرة دينهم، اللي ما بيميزوا إنه أنت شلون بدك تعبد إله وتقتل أتباعه إذا حبوا هن يتبعوا نبي آخر أنت بتدعي إنك بتآمن فيه. ربنا يحميكم أبو مريم بالضبط. أنا دائما وأبدا. غطي حالك وعيلتك بدم يسوع المسيح، وبوقتها كل
مؤامرات إبليس والجحيم بتوقف على باب بيتك من برا، ما حدا بيقدر يأذيك ولا يأذي حدا من عائلتك. آمين باسم يسوع. أنا أشكرك، أشكر هذا البرنامج، ربي يباركك. شكرا انه شاركتنا اختبارك الحلو، ربنا يثبتك اكثر ويكمل معك ويستخدمك مستقبلا لمجد اسمه بطرق اوضح وافضل. سلم لي على آمين مدام تاك. باسم يسوع، هلا فيك، ربي يبارك. مع السلامة. باي أهلا باي. وسهلا.